السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا طالع الفيديو ده اوريكم حاجة بسيطة قد كده ولكن فيها معاني كتير. هوريك دلوقتي قدام عينيك قلة الكرامة والإهانة وعزة النفس اللي بجد. قلت لكم انا واقفة برقص، كان زماني جالي دحمة قد كده اهو. تكبس وشير، تكبس وشير، تجينا 1500 محدش في امه تروح يجي يفرحني. ما بارك لنا فيكوا يا سلطانة، عشان لو حاجة تلبسيها يا سلطانة. اللي شفتهم دول ناس ما عندهمش ريحة الكرامة وما يعرفوش يعني ايه عزة نفس، يعملوا اي حاجة عشان يجيبوا الجنيه. دول ما فرقوش حاجة عن الناس المتسولين اللي بنشوفهم في الشارع. دول متسولين في الشارع، اما دول متسولين على الانترنت، اللي هو بمعنى اصح التسول الالكتروني. قلة الكرامة وانا ما فيش بعد كده. اما بقى نيجي نبص للجانب الايجابي، الناس اللي عندها عزة نفس بجد فهي في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي ده. نفسها على عينيكي دي اسمها ايه؟ نضارة يا حبيبي. الف مبروك يا حاج، انت كسبت معانا. الله يبارك فيك. هكسب ايه بس يا ولد؟ نشوف دلوقتي. مبروك، انت كسبت 2000 جنيه يا حاج. لا انا اسفه، ما اعرفش. اسفه ايه؟ ما خدش حاجه مش بتاعتي. انا مش سالتك سؤال في المسابقه. انا راضيه بشغلي يا ابني واكل عيش، مش عايزه حاجه، والله ما عايزه حاجه. طب ممكن اسالك سؤال؟ نعم. مش احنا قلنا لك قبل احنا ما احنا مش شحاتين للدرجه دي؟ انت حلال عليك انك شحاته؟ لا مش عايزه حاجه يا حاجه. حاجه لا، قلت لك ان دي مسابقه، انت كسبتي معانا اتفضلي. طب اخد ليه الفلوس دي بتاعت ايه؟ مش انت كسبتي؟ كسبت، عملت ايه عشان كسبت؟ مش سالتك السؤال وانت رديتي؟ ما رديتش على حاجه. ايه النضاره ايه؟ بس طب اسالك سؤال اصعب. مش عايزه حاجه يا ابني. اكيد في فرق شاسع بين الاتنين. دي ست كبيره محترمه عندها عزه نفس وكرامه ونفسها عزيز عليها، تنزل تشقى وتتعب عشان اخر اليوم 50 جنيه ولا 100 جنيه، فدول بيطلعوا هنا نفسهم ولكن في الاخر بيلاقوا. وطبعا في الاخر وعند ربنا ده مش هيتساوي بده. عاوز اقول للناس اللي بتتابع الناس دي وبتدعمهم بمجرد مشاهدتك او متابعتك ليهم، فده كده بيكون دعم ليهم. فاتمنى ان الفيديو ده لو وصل لاي حد من اخواتنا في السعوديه او الامارات او البحرين او الناس اللي بتدعم الناس دي. عاوز اقول لك لو انت عاوز تعمل خير، حط فلوسك في مسجد بيتبني، حط فلوسك في جمعيه خيريه، هتاخد عليها اجر وثواب احسن من ان انت تدعم ناس متسولين زي دول. الناس دي قادره تشتغل وزياده كمان، ولكن هم شايفين معلش في الكلمه واحد مغفل زيك بيدعم اي هبد قدامه فبيعمل كده، وحرفيا الناس دي جابت العار لبلدها. ولكن عاوز اوصل لاخواتنا اللي بيدعموا الناس دي، الناس دي ما هي الا قله، واحنا ما نتشرفش ان هم يكونوا منها، واحنا احسن من كده بكتير. المثال اللي انت شفتوه الست الكبيره الغلبانه اللي ما قبلتش ان هي تاخد جنيه راح لحد عندها من جمعيه خيريه، والناس دي ما بتديش الفلوس دي لاي حد غير الناس اللي تستاهل بجد، مع انها كانت محتاجه الفلوس دي ولكن عزت نفسها ما كانتش قابله كده. وبس كده، ربنا يهديهم ويهدينا. سلام.